الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياضي. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة الحلقة هتكون متسجلة من الأردن، من اجتماع رجال الأعمال، والرب إدى كلمة، فعلاً كلمة للنهاردة. الرب إدانا كلمة وعلمنا عن الهوية. إيه هويتي؟ وأنا مين؟ يا ترى أنا عبد ولا أنا ابن؟ طب وإيه الفرق بين العبد وبين الابن؟ تعالوا نروح ونتفرج على الحلقة ونرجع تاني نختم البرنامج مع بعض. مساء الخير، مبسوطة قوي أكون معاكم. المكان ده غالي عليا قوي، وكل مرة وأنا جاية بحس التثقيل إن البداية تكون هنا. كل واحد فيكم غالي جدا، كل واحد فيكم ليه قيمة. الكلام اللي قاله الأخ بالروح، لأن ده اللي الرب شغلني بيه إن أتكلم معاكم فيه. لو بصينا على العالم ونبص على دايرتين، الدايرة الأولى العالم بيقول إيه؟ الشخص اللي بيشتغل، الشخص اللي بيعمل حاجة مميزة، الشخص اللي شاطر قوي، اللي عنده فلوس كويس قوي، ده عنده إيه؟ قيمة، وده عنده هوية، وده عنده قبول. العالم يبصلك بالمنظر ده. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشغل إيه؟ معاك فلوس قد إيه في البنك؟ أنت ناجح إزاي؟ يبقى أنت لك قيمة، يبقى أنت في وسط الناس تكرم، يبقى أنت الهوية بتاعتك ده أنت فلان، وبعدين أنت مقبول. طب إيه رأيكم في ناس وصلوا للفلوس، وصلوا للشهرة، وصلوا لأكتر حاجة أي حد ممكن يوصل لها، وبعدين ينتحروا؟ إيه رأيكم؟ مارلين مونرو ممثلة جميلة جدا، كل واحد عايزها، كل مكان تروح تدخل فيه السجادة الحمراء تتفرش، كل حاجة عندها، لكن وصلت لإيه؟ انتحرت. رأيكم في مايكل جاكسون؟ آخر واحدة ويتني هيوستن، ألزو كانت متربية تربية مسيحية وكانت بتعرف الرب، بس بعدت. دي الدائرة الأولى، دائرة العالم، إن أنا عندي إيه، أنا بعمل إيه، ده بيديني قيمتي، ده بيديني هويتي، ده بيديني القبول. طب تعالوا نشوف دائرة تانية، دائرة مختلفة، دائرة السماء بتبصلنا بطريقة مختلفة خالص، العكس تماما. فاكرين هم أربع حاجات في العالم، بيبتدي بالعمل، بيبتدي بالقيمة، بيبتدي بالهوية، بينتهي بالقبول. في دايرة الملكوت ببتدي بالقبول. أنا مقبولة، أنا محبوبة من يوم ما اتولدت، من يوم ما أنا كونسيفد في بطن أمي وعين الرب عليا، وعارف أنا هبقى إيه، وعمل لي مستقبل وليه خطة. إيه ده؟ من قبل ما تولد بيقول لي محبة أبدية أحببتك. أبدية يعني إيه؟ يعني من قبل ما تولد ولنهاية ما لا نهاية. يبقى أنا مقبولة من الأول، أنا مش محتاجة أعمل حاجة عشان أبقى مقبولة، أنا مختارة، عينه عليا من قبل ما تولد ومن قبل ما تحب. الدايرة التانية بتتولد وبتبتدي من القبول. طب ايه رأيكم لو بصينا على علاقة الآب بالرب يسوع في نطاق الكلام اللي احنا بنقوله؟
يسوع كان إنسان كامل عايش على الأرض، فكان محتاج وكان عارف إن هو مقبول من قبل ما يبتدي خدمته، ومن قبل ما يتصلب، ومن قبل ما يعمل العمل. هو جاي عشان يتصلب عشان يفدي البشرية. لكن اللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه قبل ما يبتدي خدمته راح وتعمد في نهر الأردن، وهناك حصل إيه؟ تعال نشوف. قال له إيه؟ قال له: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. من قبل ما يبتدي الخدمة، من قبل ما يعمل خدمات، من قبل ما يشفي المرضى، من قبل ما يروح علشان يفدي الناس، من قبل الصليب، قال له: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. من أول ما ربنا خلق آدم خلقه علشان هو عايزه، عشان هو مقبول، عشان هو محبوب. قعده في الجنة واداله شغلانة، واداهاله هو بيقوله: أنا بدهالك عشان عايز أريحك، عشان أنت مقبول، وأنت مخلوق زي حسبي، زي الجينات الإلهية موجودة كانت في آدم. أنا منديك شغل وأنت بتعمل الشغل، بس أنا منديك الشغل ده مش عشان أنا عايز أقبلك، لكن أنت مقبول وأنا خلقتك وعملتك بجيناتي، وأنت مخلوق للراحة. من إمتى فقد الراحة وقال له بعرق جبينك تأكل خبزك؟ يوم ما طلع من مكان الحماية، ويوم ما طلع من مكان الأمان، من تحت ظل القدير. النهاردة طول ما أنت تحت ظل القدير، أنت ابن، أنت محبوب، أنت مقبول. اعمل من قبول مش علشان تتقبل. اعرف ان انت من جوه مقبول. في فرق كبير جدا ما بين العبد وما بين الابن. هنشوف فروق معروفة والتست اور سلف عليها، يعني هنقيس نفسنا عليها، ونبتدي نسأل. والرب كأنه بيقولك بيقولي النهاردة: انت بتفكر في نفسك ازاي؟ انت بتفكري في نفسك ازاي؟ انت عبدة ولا ابنة؟ تعالوا نشوف الفرق بين العبد وبين الابن. احنا ممكن نكون ابناء، لكن ابليس ضغط علينا بامور في العالم نسيتنا هويتنا، وخلتنا بدل ما نبقى ابناء هنبقى عبيد. طب تعالوا نشوف الفرق بين الابن والعبد. الرب بالنسبة له سيد، لكن بالنسبة للابن الرب بالنسبة له أب. بتتعامل مع الله ازاي؟ خايف منه؟ كلمته بس بتحفظها عشان تحصل على رضاه؟ ولا ده أب، ده أنا محبوب، ده أنا بتدلع في حضن أبويا، ده أنا في بيت أبويا مرتاح، ده أنا في بيت أبويا بيقول لي اطلب وبطلب. الفرق بين الابن والعبد، الرب بالنسبة له سيد، لكن الرب بالنسبة له أب. ربنا دعانا أننا نبني جيش يحارب بالصلاة، ونقوم بحركة صلاة عالمية. بدعوكم أنكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. رسلونا على pray@infadila.org. كمان تقدروا تبعتولنا طلبات الصلاة على نفس الإيميل pray@infadila.org. النهاردة الفيسبوك وسيلة اتصال سريعة بيعرفنا أخبار بعض. أحب أعرف أخباركم وتعرفوا أخباري. هتلاقوني على صفحة برنامج المرأة الفاضلة أو صفحة إيفات البياضي. العبد دايما عنده خوف، لو عملتها غلط هينزل عليا بالعصايه، ده هيخصم مني، ده لو انا عبد يا نهار ابيض لو غلطت غلطه. لكن الابن عنده راحه، حتى لو غلط: بابا انا عملتها غلط، بابا الو انا عملتها غلط يا بابا، ممكن بس توريهاني اعملها صح ازاي؟ اصل الاب بيعلم، الاب بيعلم وبيحضن وبيحط ايده على ابنه وبيقول له:
طب تعالى اعلمها لك صح ازاي المره دي. انت غلطت فيها، طب قوم. الاب بيقيم، الاب بيرفع، الاب بيحمل، السيد بيضرب، السيد بيخطف، السيد بيعاقب. احنا ابناء مش عبيد. بتتعامل ازاي؟ بخوف ولا براحه؟ العبد بيؤدي عمل. انت تخيل معظمكم بروفيشنالز وبزنس بيبل، بيجي لكم ناس تحس ان واحد وهو بيشتغل بيشتغل بقلبه في الشغل، مش بس ساعات بيقضيها وخلاص. العبد انا بعمل اللي عليا وخلاص، لكن الابن ده صاحب الشغل، عايز اعمل اكتر، اني بحب اكتر، اني بتعامل اكتر، لاني محبوب اكتر، لاني متدلع ابن ابويا اكتر. العبد ماشي بالقانون، خايف يكسر القانون، لو كسره هتيجي على دماغه. لكن الابن بيشتغل بالنعمه، بيشتغل بالنعمه، متهني بالنعمه. الابن عنده امان، اصل ابويا مش هيخدعني، اصل مش هيجي يضربني في ظهري، ابويا مش باك ستابرز، ابويا بيحبني، ابويا امين، انا بنام مرتاحه. معايا النهارده، ما معيش انا نايم، انا متشاله، انا محموله، انا في حضن ابويا، ابويا مش هيرميني، دايما حاسه بالامان. الظروف الاقتصاديه صعبه، بروح اعيط له الحقني، ما عنديش، يروح بعت لي وياخد باله مني. عندي اشكرك انا مرتاحه. الظروف السياسيه صعبه، اصل في امان، حاسه بالامان all the time. لكن العبد حاسس دايما بالعبوديه، دايما اصل عبد. اول واحد هتكرش من البيت انا، اول ما المصيبه هتيجي انا واحد، اول واحد هتقع للمصيبه. يوم ما الظروف الاقتصاديه هتقع انا اول واحد هقع. يوم ما السياسه هتتبهدل انا اول واحد هطرد من بلدي. وافكار بتجيب خوف، مفيش الامان. دايما العبد حاسس انه مرفوض، الاحساس بالرفض، دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. انت وانا مقبولين. النهارده ده الاعلان اللي جاي بابا يقوله لنا، انا وانتو مقبولين، انا وانتو محبوبين. وهنعرف مكاننا فين؟ مكاننا في حضنه، على رجليه، على منكبيه، قاعدين في حضنه في امان. تلاقي العبد دايما مكشر، معرفش يضحك. يا ساتر، ياما بنشوف ناس كده يعني تسحب منهم الابتسامه بالعافيه. يا اخي ابتسم، يا اخي افرح، يا اخي افرجها على نفسك وعلى غيرك. الابتسامه دي علامه الابن، والكشره علامه العبد. النهارده ممكن تكون مكشر، طبيعتك تقول لي انا طبيعتي كده، لكن النهارده الرب بيقول لك ايه؟ تعالى اضحكك، تعالى بالمصري بنقول زغزغك عشان تفك. ما اعرفش بالاردني يعني ايه، برضه نفس الحكايه. عايز يقول لك تعالى زغزغك عشان تفك شويه. النهارده عايزك تبقى لوس كده، ريليست، مفتوح من جوه. ياما في ناس ضيقه ضيق من جوه، اي كلمه تدخل تتحشر وتبقى الدنيا قلبت. لكن الابن بيضحك، بيهزر، خفيف، بسيط، فليكسبل، الدنيا ماشيه معاه ايزي. ممكن واحد يقول لي طب انا شخصيتي مش كده. مش حكايه شخصيه، حكايه سمات الابن. ممكن تكون واخد سمات العبد، لكن النهارده الرب بيقول لك انت ابن، تعالى بدل اللي عندك وهديك اللي عندي. ايه رايكم؟ الضحكه احسن ولا الكشره احسن؟ الضحكه احسن، صدقوني. امين. ابليس دايما عايز يسلب مننا البنويه، عايز دايما يحسسنا ان احنا يتامى، عايز دايما يحسسك
بروح اليتم، الأورفن سبيريت، عايز يحسسك ان انت مش ابن شرعي، عايز يسلب منك قيمتك. ده عمل ابليس. لو نجح ابليس انه ينسينا احنا مين وولاد مين، هو نجح جدا، وتقع علينا اي حاجه. وده اللي ابليس عمله لما حصل ايه؟ اختلط اولاد الله ببنات الناس. حصل ايه؟ جابوا مين؟ جابوا الجبابره والطغاه. لو بصينا في كلمه الجبابره والطغاه هنلاقي كل المصايب اللي حاصله في الدنيا تحت المعنيين دول، الجبابره والطغاه. لكن انا وانت اتخلقنا حسب صورته، الجينات بتاعتي وبتاعتك زيه، احنا جينات اصليه نظيفه من ابونا واخدينها. ابليس جاي عايز يعمل الخلط عشان ينسينا احنا مين. لكن يسوع جه تاني، ولما يسوع جه تاني ده ادم التاني اللي رجعنا للحاله الاصليه بتاعتنا، ما بقاش جوانا لا طغاة ولا جبابره. وعلاماتهم وصفاتهم وكشرتهم وكل الحاجات اللي احنا اتكلمناها دي ما بقتش فينا. يوم ما ابليس يجي يرميها عليا اقول له لا اسمع، ده انا جيناتي جينات اصليه، لا ده انا اتخلقت، هو خلقني على صورته، وابتدي اشوف طب انت صورتك ايه، طب انا عايزه ابقى زيك. واحنا اطفال كنت دايما ابص لماما اقول لها انا بحبك قوي، انا عايزه ابقى زيك، وكنت اقلدها، كنت اخد الجزمه من الكعب بتاعتها وامشي بيها كده وانا صغيره عايزه ابقى زيها. كل ابن عايز يبقى زي ابوه وامه، دي حاجه وراثيه، حاجه غريزيه، كل واحد فينا عايز يبقى زي بابا وماما. مهما حتى الولاد في الايام دي يقول لك بابا ده موضه قديمه، خصوصا عندنا في امريكا، ماما دي انت تفهمي ايه؟ ده انت يا دوب بتتكلمي انجليزي بالعافيه، ده انت تفهمي ايه في المجتمعات اللي تفهمي ايه في الانترنت، بتدخلي على الفيسبوك مش عارف ايه الكلام ده. لا بس تبص تلاقي جواه وجواها بتدور على انها تبقى زيك وزيك، مهما يرفضوا لكن جواهم عايزين يبقوا زي ابوهم وامهم. دايما ديفيد يقول انا لو ابقى بس ربع بابايا، لو ابقى بس زي بابايا، لو عشر بابايا. ودايما يبص لابوه وعايز يبقى زي. نفس الشيء في علاقتنا مع ابونا، كل ما نعرفه اكتر نبقى عايزين نبقى زيه اكتر، ونقدر اننا نتخلص من روح اليتم. طب اليتيم بيحس بايه؟ دايما حذر، خايف، خايف من كل حاجة، حذر، لا ده هيسرق مني، لا ده هيعمل كذا، لا ده مش حاسس بالأمان لأنه حاسس بالرفض. لكن الابن حاسس بأمان مفتوح، اللي عندي بتاع أبويا يبقى بتاع أخواتي، يبقى الدنيا ماشية. الشخص اللي عنده روح اليتم اللي مش حاسس إنه ابن دايما يخون التاني. الابن يثق لأن أبوه عوده على الثقة، لما بابا بيقول لي حاجة بيعملها، يبقى أنا عندي ثقة، عندي راحة. اللي عنده إحساس إنه مش ابن شرعي وإنه يتيم دايما معاند، لكن التاني عنده طاعة. من جبل الزيتون، جبل الحب اللي كان يسوع دايما بيحب يتقابل مع تلاميذه فيه، برنامج المرأة الفاضلة بيقدم لكم هدية حب، صليب مصنوع من خشب الزيتون. الصلبان دي بنقدمها لكم بعد ما تصلى عليها كذا مرة بواسطة راهبات وأسس صلينا على كل صليب. يا رب الصلبان اللي احنا جبناها هدية لشعبك، بنصلي عليها في المكان المقدس يا رب، وبنطلب مسحة شفاء لكل واحد طلب شفاء، عنده مشكلة، انت الشدار، انت اللي جيت هنا في ضعف علشان تدينا قوة. ابعتوا لنا ايميل بعنوانكم عشان نبعت لكم الهدية دي، عايزة اقول لكم ان احنا بنحبكم. اللي عنده روح اليتم دايما بيدور ويصطاد الاخطاء، بيدور في اخواته على الغلطه،
مش بيبص على الحاجة الحلوة، عينه لابسة النضارة السوداء اللي بص على كل واحد بالعفار، مش بص على كل واحد بالإيه؟ بإنه إيه الجميل فيك. العكس، اللي عنده روح اليد يتحكم، عنده كنترولينج سبيريت، عنده كنترولينج سبيريت. لكن التاني عنده إطلاق، يطلق اللي حواليه. أنا بطلقك للعمل ده، بطلقك للبركة دي، أنت بتبني وأنا ببني، كل واحد بيبني السور اللي قدام بيته، بباركك. عارفين في آية جميلة قوي في إشعياء بتقول إن النجار بيقول للحداد إيه؟ أنت حلو، أنت كويس، والحداد بيقول لصانع المسمار أنت ليك فايدة. تخيلوا لما نبتدي كل واحد فينا يقول للتاني أنا شايفة الجفت اللي عندك، الجفت اللي عندك دي جميلة قوي، دي مستخدمة قوي، أنت عارف أنت يتاتش مي، أنت بتلمس قلبي، أنت بتلمس حياتي. وكلام تشجيع 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 نفضل نقوله لبعض ونبني بعض ونكبر 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 مع بعض في الحب عشان نوصل لقيمتنا في الرب. وكل واحد فينا مليان، وكل واحد فينا ليه قيمة. أمين. الشخص اللي عنده روح يطن رافض نفسه، مش قابل نفسه، عشان كده مش قابل غيره. عشان انت مش قابل نفسك وانا مش قابل نفسي، مش قادرة اقبل غيري، وبدور فيه على الغلطات. دايما ashamed، دايما عنده خزي، مش عارف قيمة نفسه. ده انا بس ابن يتيم، ده انا بس ماليش قيمة، ده انا بس بسعى وببذل كل المجهود بس عشان اعيش يومي وحوش. اصل قيمتي في اللي هحوشه، ادي ليه؟ لا 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 لا، اصل انا مش عارف بكرة يحصل ايه، ازود حسابي في البنك واشوف اخويا الغلبان الفقير اللي مش لاقي. كل واحد برزقه، وممكن نجيب ايات كتابيه عشان حتى ما نبصش للشخص التعبان، علشان نبرر لنفسنا ونريح نفسنا. لكن دي كلها يا حبايبي علامات العبد، علامات اليتيم. النهارده الرب بيقول لي وبيقول لك، انت ابن، انت مش يتيم، انت ابن محبوب، ما انتاش عبد يتيم. امين. طيب ازاي انا هتمتع بالبنوة؟ خلينا بقى ناخد خطوات عملية، ما يبقاش كلام بنسمعه وكلام حلو كده، لا، خلينا ناخد خطوات عملية. كل حركة بنعملها نوقف نفسنا كده، نفرمل نفسنا، انا بتصرف التصرف ده ليه؟ هو انا حاسس بالقبول في التصرف ده، ولا حاسس ان انا عايزه اثبت لنفسي ان انا مقبول؟ نظبط نفسنا يا جماعه، نبقى فعلا حراس على انفسنا، ونقول لحوالينا خدوا بالكم لو انا وقعت في الحته دي ارجوك نبهني بمحبه وبتواضع. اعمل من قبول، لكن مش علشان اكون مقبول. ودايما احط قدامي الآية دي، ده أنا محبوب من قبل ما تولد. هو قال محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. إيه ده محبة أبدية؟ يعني من قبل ما تولد في بطن أمي، من قبل ما أنا في بطن أمي وهو عارف اسمي وعارف هعمل إيه وهسوي إيه وليه خطة. شوفوا واحد راجل ربنا مباركه ماديا، قبل ما البيبي بتاعه بيجي بيعمل له إيه؟ روح الأوضة يجهزها له، ويعمل له السرير، ويحط الألوان اللي هو بيحبها، ويتخيل ابنه ده أو بنته ده هتطلع إيه، ويبتدي يرسم ويبتدي يفكر ويبتدي تبلان للابن ده. بيحصل ولا لأ؟ بيحصل. طب ليه مش قادرين نصدقها على أبونا السماوي اللي قبل ما نتولد عرفنا وحدد خطتنا وحدد مستقبلنا وحدد ميراثنا؟ زي ما قلت لكم مثل بتاع المسيح، المسيح قدر يروح البرية والأربعين يوم وقسوة البرية، احنا لسه كنا في البلاد المقدسة وشفنا جبل التجربة ده، قاسي قاسي. ازاي يسوع اتحمل ده؟ اتحمله بعد ما اخد كلمة من ابوه، قال له هذا ابني الحبيب الذي به سررت، أخدها
وقدر يواجه بيها البرية. كلنا بنروح في البرية وكلنا عندنا أيام في البرية، مش هنقدر على البرية غير بعد ما نعرف إن إحنا محبوبين ومقبولين. أمين. أحبائي، أنا متأكدة إن الرب اتكلم لقلوبنا النهاردة، والرب علمنا حاجة وعايز يورينا إحنا مين، لأنه بيحبنا وهو أبونا. النهاردة هو عرفنا قيمتنا وهويتنا. العالم عايز يسرق مننا الهوية دي. العالم عايز دايما يحطنا ويعرفنا ويأكد لنا ويسمعنا ويقرر علينا إن إحنا عبيد، ونفضل دايرين في دايرة العبودية. لكن النهاردة بالكلمة بتاعت النهاردة الرب فضح أعمال إبليس ورأيه فينا، وعايز يقول لنا هو رأيه فينا إيه. هو بيقول لنا النهاردة إن أنتوا أبناء وأحباء، وأنتوا سايرين في البرية وأنا معاكم. في الحلقة الجاية هنتعلم أسرار جديدة عن السير في البرية، ومش بس إن أنا أمشي في البرية وأنا موطية راسي وعبدة وتعبانة، لكن إزاي إن أنا أمشي في البرية بنجاح، لأن اللي معايا إله النجاح، واللي معايا أبويا، اللي معايا إله القوة. أحبائي ما تنسوش الحلقة الجاية، قولوا لأصحابكم عليها. الحلقة دي موجودة على الويب سايت mfadila.org، خدوها وداونلودت ووزعوها لأحبائكم. أحب أقول لكم إن إحنا محتاجين بعض، إحنا محتاجين نقف جنب بعض ونشجع بعض. أنا محتاجة أسمع منكم وإنتوا محتاجين تسمعوا مننا، محتاجين نصلي لبعض ونذكر بعض في الصلاة. مهم قوي إن إنتوا تذكروا البرنامج وأسرة البرنامج وكل شخص بيقف علشان البرنامج ده يطلع. أحبائي دايما افتكروا شعار البرنامج: أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. طب أنا هختار إيه النهاردة؟ أنا هختار إني أتمسك ببنوتي وهو عليه التغيير. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان.